إن الله يحب العبد المحترف. طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بيده. خير الكسب كسب العامل إذا نصح، أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده. هذه كلمات ودروس من مشكاة النبوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بها، وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم، وكان يوصي بها أصحابه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطرق أبواب الرزق الحلال ولا يكل من السعي على العيال، كل ذلك مع تأدية دوره الدعوي ودوره النبوي صلى الله عليه وسلم. فما كان ينقطع للآخرة عن الدنيا، ولا كان ينقطع للدنيا عن الآخرة، بل يتوازن ويأخذ من كل منهما بقدر. حياكم الله. كان الأنبياء يجمعون بين دورهم الرسالي ودورهم الحياتي، فكان الواحد منهم لا ينقطع للآخرة عن الدنيا، بل يقوم بأدواره الدنيوية على أتم وجه. فكان الأنبياء يعملون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان آدم وأيوب عليهما السلام يعملان في الزراعة، وكان نوح وزكريا يعملان في النجارة، وكان إدريس خياطاً، وكان داود عليه السلام يعمل في صناعة الدروع ثم صار ملكا، وكان سليمان أيضا ملكا، وكان يوسف وزيرا. هكذا كان الأنبياء يجمع أحدهم بين شأن الدنيا وشأن الآخرة. حتى علماؤنا من أعلام أسلافنا، ترى الصنعات قد عانقت هامات العلم عندهم، فترى ألقابهم مثلا النجار والقفال والحذاء والحداد والخطيب ودبس وزيت، هكذا لقبه دبس وزيت، وأبو برغل تراه يعني هذا اللقب أخذه من سوقه الذي كان يعمل فيه. وفقهاؤنا كذلك كانوا مياسير وكانوا تجارا، على رأسهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن استثناء من كل هذه المعادلات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل قبل البعثة وبعد البعثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره يعمل في الرعاية، رعاية الغنم. وفي هذه القضية نقف عند نقطة مهمة. كثير منا يظن بأن رعاية الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم تعني أن النبي كان يمتهن مهنة بسيطة دون في زمنه. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بصريح الحديث: كنت أن أرعى غنما لأهلي بأجياد، في منطقة اسمها في مكة اسمها أجياد. كان النبي يرعى غنم أهله، غنم بني عبد المطلب. وتعلمون أن عبد المطلب لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة وأخذ إبل وغنم عبد المطلب، جاء عبد المطلب يطالبه بهذه الإبل وهذه الغنم، فقال له أبرهة يعني برسالة سياسية أعزكم الله قذرة، يعني قال له: أجئت تطالب بإبلك؟ ظننتك جئت تحمي البيت. قال: أما البيت فله رب يحميه، وأما إبلي فأنا ربها، أنا الذي أطالب بها. فكانت أسرة النبي صلى الله عليه وسلم أسرة مالكة لهذه الثروة الحيوانية. ومن الطبيعي جدا أن النشأ الأبناء في أول يعني في أول نشأتهم، من الطبيعي جدا أن يحرسوا هذه الثروة الحيوانية لأهلهم. ومن الطبيعي جدا أن الإبن قد يأخذ مثلا غنم أهله وغنم جيرانه معه، فيأخذ غنما لأهل مكة ويأخذ بالمقابل أجرتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا دوره. لكن النبي لم يخرج عن الدور الرئيس الذي وجد فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، وسميت قريش للتقريش،
وفيها رحلة الشتاء والصيف، وهي مركز السوق في شبه الجزيرة العربية، وأهله كلهم تجار، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء في ذلك. وتذكرون أن السيدة خديجة لما سمعت عن صدق النبي وأمانته رغبت في مشاركته، هي لم تدعو النبي ليعمل عندها، لا، النبي كان شريكا مضاربا صلى الله عليه وسلم، منها المال ومنه التجارة والسفر. وفعلا سافر النبي صلى الله عليه وسلم فباع وأضعف في الربح. هذا لا يكون إلا من تاجر ماهر يبيع في غير بلاده، في بلاد بعيدة، فيبيع ويضعف في الربح ثم يرجع إلى السيدة خديجة وقد جنى ما جنى صلى الله عليه وسلم. ذات يوم في المدينة المنورة دخل رجل اسمه السائب ابن أبي السائب، فصار أهل المدينة يعني يشكرونه أو يذكرون مزاياه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم به، كان شريكي في الجاهلية. فقال له السائب ابن أبي السائب: كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. لا تداري يعني لا ترد الناس، ولا تماري لا تجادلهم من أجل شيء من الربح. وفعلا صلى الله عليه وسلم كان التاجر الذي دخل إلى المدينة المنورة وحدد لتجار المدينة المنورة سوقهم، فضرب برجله وقال: هذا سوقكم. علم التجار كيف يبيعون، كيف يشترون، كيف لا يغشون، كيف يبينون، ثم علمهم قيم التجارة وأخلاقها، فقال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصديقين. وقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق واتقى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا، وكان قدوة للتجار، وكان له أثره التجاري وبصمته الاقتصادية في المجتمع المسلم منذ بدايته صلى الله عليه وسلم. ذكره فينا على حبه القلب ما